درب مشي لمسافات طويلة بلبنان، أعاد إحياء كل هالدروب القديمة يلي موجودة بين ضياعنا، أكثر من 103 ضياع. 10 سنين يمكن يكونوا قليل، بس قدرنا خلالهم نحول الدرب لوجهة سياحية ناجحة حتى بظل كل التحديات. درب الجبل بيجمعنا، وكل يوم درب الجبل اللبناني وجمعية درب الجبل اللبناني عم بتفرجي هالشي، ونحن بصراحة بإيكوديت بنشوف حالنا بجمعية درب الجبل. عندما أطلقنا مشروع السياحة الريفية بلبنان، كان أحد الأهداف نخلق نوع من الطيار لنقدر نحافظ على التراث وعلى القيم وعلى الأكل وعلى الزراعة وعلى البيئة بكل الجبل اللبناني، وفينا نقول أنه هذه الروحية موجودة أساساً بهذه الجمعية اللي منحييها ومنهنيها، نقول لهم مبروك على العشر سنوات. تحافظوا على درب الجبل، على التراث، على البيئة، على المشروع الأكل اللي هو مهم جداً، وعلى كل اللي بدنا نحافظ عليه من جدودنا إن شاء الله لأولادنا. أنا ما رح أحكي وأستفيد عن الأكل اللي حتاكلوا اليوم، كل اللي بقدر أقوله إنه اليوم عم تاكلوا أكل متخصصين فيه الضياع. رح أترك أهل الدرب يخبروا ويجودوا. بليز تفضلوا على البوفيه.